الوزير السابق أحمد رياض العبيدي وفي واحدة ليش تضحك؟ ذكرت الموقف؟ يا موقف منها ليش إن أكثر من موقف صايرة وياه؟ لا ذكرني ما أدري والله ابتسامتك والواحد خليني ما أكمل السؤال وأنت جاوبني مش أجاوب على شنو؟ غير تسأل شنو علي؟ في واحدة من حلقاتك كانت في وقتها مظاهرات للناصرية اجى شخص فاوضك بالنيابة عن الوزير وقدم لك عرض؟ لا مو إلي المن؟ فاوضه زميل إلي بنفس كادر برنامجك بنفس الشيء ويمثلك شنو اللي صار؟ قال أنت محظوظ ما اتصلت بحيدر مباشر وصار تليفون بينكم ترى الموضوع يكبر فسده وانهي الموضوع. إيش بلغ إيش قال له بالاتصال؟ قال لك كيف إيش عندكم أنتم ويا الدكتور؟ قال له ما عندنا شيء وياه مجرد تظاهرة ما صراحة أقول لك انطيني دليل عليه تظاهرة طلعت عليه بالناصرية تحديدا بملعب الناصرية الجديد الأولمبي تلك كوبي وتعرف على هاي التفاصيل الملعب ما جاي يكمل صار لسنوات فمن حق الجمهور فهم عبالهم انه ها وتصادفت طبعا قبلها بيومين ثلاثة ايضا صار انتقاد للوزارة وانتقاد قوي وراها ايضا صار انتقاد وراها ايضا تناولنا الوزارة فعبالهم انه عندنا يعني موضوع شخصي وياهم بس بعدين لا شنو العرض اللي قدموه يا حيدر؟ ما اذكر صاحبنا قالوا له شي يريد يعني شنو شي يريد؟ ما اعرف قلت له سد الموضوع ولا تحكي بي بعد قلت له شوف لي تقرير باكر على الوزارة ثق بالله على الله يعني بهذه الطريقة يتم إخراس أصوات بعض الإعلاميين أو إسكاتهم حيدر؟ أنت شو تشوف؟ على كل واحد وأخلاقه وتربيته والتزامه بالمهنة أكو مقدمين تنازلوا عن بعض مبادئهم لقاء أموال أو مكاسب سمعت أكو